عن إحصائية بالمتقدمين لأداء الامتحانات الخارجية في المحافظة مشيرا إلى تهيئة مدارس لاستيعاب الطلبة النازحين إلى كركوك من المحافظات الأخرى. الجورد حسن تابع التفاصيل. كشف معاون مدير عام تربية كركوك عن عدد المشمولين من الطلبة والطالبات الذين قدموا للامتحانات التمهيدية في المحافظة بالإضافة لطلبة محافظة صلاح الدين من كافة المراحل وأيضا طلبة المراحل المهنية، وأن تربية كركوك هيئت مدارس لكي يكون فيها الدوام ثلاثيا وذلك لاستيعاب عدد أكثر من الطلبة النازحين. سوف تبدأ امتحانات التمهيدية في شهر شباط أي في عطلة الربيعية. عدد الطلبة اللي لهم حق المشاركة في الامتحانات التمهيدية 6920 طالب وطالبة بكافة المراحل، مراحل الابتدائية، مرحلة المتوسطة والإعدادية والمهنية. بالنسبة للابتدائي 411 طالب وطالبة لهم حق في ذا الامتحانات التمهيدية، وبالنسبة للمتوسطة 3542، وبالنسبة للإعدادي 1750، والمهني 937 بما فيهم إضافة إلى 80 طالب مهني من محافظة صلاح الدين، أي المجموع 6920 طالب وطالبة لهم حق في ذا الامتحانات. الآن هناك عدد من المدارس في كركوك خاصة للنازحين، ونحن ضحينا بقسم من مدارسنا وصارت الدوام ثلاثي في بعض المدارس لاستيعاب هؤلاء النازحين الذين تضرروا من جراء الأحداث الأخيرة. مدير الامتحانات في كركوك أكد على أنه تم الاتفاق مع رئاسة الجامعة لإجراء الامتحانات التمهيدية في 4 كليات، والأرقام الامتحانية للطلبة سترسل من بغداد إلى كركوك في الأسبوع القادم. فتح مراكز امتحانية في بالاتفاق مع رئاسة جامعة كركوك على شكل تم اختيار 4 كليات، كلية التربية وكلية القانون وكلية العلوم وكلية الهندسة. باشرنا بتوزيع البطائق الاشتراك في الامتحانات للمرحلة الابتدائية على اساس انه الارقام الامتحانية تصدر من مديريتنا وبالذات من قسم الامتحانات. تم ارسال معتمد لاستلام الارقام الامتحانية الموحدة من بغداد، وسوف نقوم بتزويد الطلبة بالبطائق ابتداء من 25/1 يوم الأحد القادم. الامتحانات الخارجية التمهيدية فرصة أخرى للطلبة الذين اضطروا يوما ما لمغادرة مقاعد الدراسة بسبب أعباء الحياة. هالغورد حسن، فضائية كركوك. جرى اليوم في مجمع جرميان التابع لقضاء